طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. ذكرت وكالة فرانس بريس بأن عناصر من الميليشيات أطلقت النار على متظاهرين حاولوا منع إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني ومزقوا صوره في مدينة الكوت، ما أدى إلى إصابة 2 من المتظاهرين بجروح. ووقعت اشتباكات في جنوب العراق اليوم السبت بين عدد من أنصار الميليشيات الموالية لإيران وبين أبناء من مدينة واسط. طبعا السبب هو رفض محتجين من محافظة واسط إقامة حفل تأبيني لقاسم سليماني، وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام الميليشيات المدرجة على قوائم الإرهاب ساحة الاعتصام في مدينة الكوت، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بتحقيق مطالب ثورة تشرين. ميليشيا العصاب اقتحمت ساحة الأحرار وأطلقت النار على المتظاهرين، وأرادت بأن تستبدل تجمع هؤلاء بحفل تأبيني لمقتل قاسم سليماني. خلونا نشوف بعض الصور اللي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي للعنف المفرط بحق المتظاهرين في محافظة واسط وبالتحديد في مركزها الكوت. نشوف المقطع الأول. سحبوا سيلا جيبوا بالسلوى، يلا سحبوا، هذا البكار للشرفة، هذا البكار للشرفة، يلا سحبوا، هذا للأحرار. زين شوف شوف الشاهد، شوف الشاهد، شوف الشاهد، شوف الشاهد، شوف الميليشيات جاي يسوا، شوف الميليشيات جاي يسوا، با با الميليشيات جاي يسوا، با باع 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 باع. شوفوا الاستهتار وين وصل، شوفوا. طبعا عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة بعنوان مع واسط ضد العصاب. معنا أبو علي من واسط. أبو علي، شنو اللي صار بواسط؟ تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بس مجموعة أحرار لا أكثر ولا أقل طلعوا يمنعون احتفالية يردون يعني يسوونها، حشاكم أنتم الذيول، لوجبة الكباب اللي صارت لقاسم سليماني والمهندس، ومنعوهم لا أكثر ولا أقل. يعني هذه الاحتفالية اللي تتكلف الأموال كان المفروض بها هذا يعين بها العاطلين عن العمل، أو تصلح بها الخدمات، أو تدفع بها المبالغ للمحاضرين بالعقود اللي حد الآن ما مستلمين أي شيء. فطلعوا والعصائب، طبعا هذا العصائب وغير العصائب، مو بس العصائب، وطلعوا يعني قوة. ما ندري احنا الحكومة يعني وين، من يقولون انه ماكو يعني الميليشيات ما متدخلة بالحكومة، او انه حصر السلاح بيد الدولة. بعد اليوم الحكومة وين؟ ما شفنا لا قوات ولا غيرها، يعني ما شفنا القوات اللي كانت تطلع على المتظاهرين من ثوار تشرين وتقمعهم. يعني اليوم ما طلعت وقمعت الميليشيات، يعني اليوم يعني لكل جرحى الموجودين. يعني احنا نسأل سؤال، يعني يمكن نسأل الكاظمي، يعني نقول له ليش، يعني يمكن انت مشغول برئاسة الوزراء ومشغول رايح للنجف تطورها. يعني ما ليش النجف اليوم تيجي تتطور، ما تطورت من قبل. وهذه أسئلة كثيرة، يعني مو بس سؤال هذا، يعني دائما الكاظمي يطلع يقول ليش وين، يعني ما ادري وزير الداخلية شنو شغله. طيب هذا طلعت اليوم، يعني ناس هم عصاب، هم يقولون احنا عصاب، ما يقولون احنا حكومة. يعني من اللي يحمي الشعب اذا الحكومة ما تحميهم؟ الميليشيات موجودة ما تحميهم الدولة، من اللي يحميهم؟ يعني الشعب بشكل انت تقول بانه دور الدولة غائب، لماذا؟ ليش ماكو حماية من قبل القوات الحكومية للمتظاهرين؟ كده كلمين اساسا اللي جاب الحكومة من هو، يعني هم جابتهم الميليشيات، هم اللي جابوا الحكومة. يعني من يطلع كل ما يصير مشكلة، يعني مثل يعني جبلة اللي صارت، والكاظم يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية،
وعائلة تقتل كلها، والكاظمي يقول احنا لازم نكتشف. بعد وزير الداخلية شنو شغله؟ يعني شنو شغله وزير الداخلية؟ يعني اذا يعني انت يعني كرئيس وزراء انت تقوم مهام وزير الداخلية وزير الاعلام ووزير الدفاع ووزير الشؤون، يعني الحكومة شنو شغلها؟ مبين ان الحكومة اساسا حكومة ميليشيات، هم اللي جابوا الكاظمي منه، هم نفسهم الميليشيات والحشد هم اللي جابوه، هم اللي خلوا رئيس وزراء وهو اللي يسكت اليوم. يعني اذا شعب يقمع لان منع احتفاليه، يعني خلاص انتم عطلتوا الدوله بيومها، يوم 3/1 عطلتوا الدوله، كل عطلت الدوله بدون عطله رسميه، كل محافظه بوحدها عطلت، وعطلتوا الانتاج اللي هو يقول احنا نريد عجله الانتاج تشتغل، عطلت لان والله ناس ماتوا. شو نسوي لهم اذا ناس ماتوا؟ قلت لكم امريكا روحوا خذوا حقكم من امريكا مو من الشعب. اليوم الشعب هو اللي جاي يدفع الثمن. مو امريكا اللي قتلت قاسم سليماني وشلت قاسم سليماني، ايران باعت الامريكا وانتهى الموضوع. ما عندنا اي مشكله بيه، بس لما كل سنه نجي نحتفل وكل سنه نعطل الدوائر الدوله وكل سنه بدال الاحتفاليه هذه، روحوا بلطوا شارع، روحوا سووا خدمات، عدلوا الكهرباء اللي ما تعدلت. انتوا فلوس هذه فلوس الاحتفاليه اللي جاي تفوقونها من الدوله. رئيس الوزراء قادر على القوات المسلحة، قادر على محاسبة من أطلق النار باتجاه المتظاهرين باتجاه المواطنين في واسط؟ ما يقدر، لا غير واسط ولا ما، لأن أساسا ما عنده سلطة الرجل. ما عنده سلطة، السلطة بيد الأحزاب وبيد الميليشيات. لا، واليوم الأغلبية بيد الميليشيات. يعني أنت من تتخيل أنه تصير انتخابات وبعدين يقول تعالوا خلنا نقعد نوزع المقاعد. بعد ليه صارت انتخابات؟ من يجي العامل يقول انا كان حصل مقعدين وفلان حصل مقعد وفلان ما محصل مقاعد، بس عنده سلاح بيد الدوله. يقول تعال خلينا نقعد نشكل حكومه. بعد الانتخابات ليش صارت؟ هو بيناتهم قاعد يسووا. اليوم اخي اليوم الكلمه يعني للاسف اليد الطوله اليد السلاح اليوم، اللي ما يقدر لا الكاظمي ولا غير الكاظمي يكذب السلاح. هم السلاح منين جابوه؟ سلام منين جابوهم؟ هم سلاح اللي يشتري فلوس الدوله ينطونهم اياه لا اكثر ولا اقل. حتى الان ما عنده فلوس تنطي اسلحه وغيره. بطلت ناس دوله فقيره. فهم جاي يبوقون من الدولة وزارة الدفاع وزارة الداخلية يقتلون به الشعب العراقي. بعد 1700 شهيد من اللي قتلهم؟ جانا أحد من برا قتلهم برصاص يعني تخت إيران؟ لا، هو رصاص عراقي مشتينا وكاتلين. ما حاسبهم لا عدوين الكاظمي، ما حاسبهم. هذه اللي بجبال لحد الآن يعني بس لجان تحقيقية، وهذه نفسي راح تمر وباكر هم يطلعون ويقتلون الناس وما حد يقدر يحاسبهم. احنا ما عندنا الدولة تساعدهم. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. طبعا تتوالى المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي حول مهاجمة ميليشيا العصائب للمتظاهرين وللمواطنين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وأثار هذا الأمر ثار حفيظة الناشطين والمتظاهرين الذي اندفعوا إلى الساحة في محاولة لمنع إقامة مراسم التأبين لقاسم سليماني عند منصة الاحتجاجات. خلونا نشوف مقطع آخر من محافظة واسط ونرجع لكم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 8/1/2022، هاي دخول الحشد المكاتب إلى ساحة ثوار محافظة واسط الأحرار، وتم الرمي حي، إطلاق نار حي، وهاي البوش موجود. هذا أكبر دليل. افتح ايدك افتح ايدك. هاي اليوم السبت 8/1/2022، حشد المكاتب جاي يرمي بساحة تظاهرات محافظة واسط في مالا. نعم، مقطع آخر يوثق إطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيا العصائب باتجاه المواطنين والمتظاهرين في الكوت في واسط. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، كيف تقرأ ما جرى في محافظة واسط من هجوم للميليشيات على المواطنين؟ رفضوا حفل تأبين، وطبعا بالتحديد هو شنو اللي صار الاحتكاك؟ بأنه العصائب رفعوا صور الشبان الشهداء. أحد المتظاهرين تحدث بأن الميليشيات قاموا برفع صور الشبان الشهداء من المتظاهرين وقاموا باستبدالها بصور قاسم سليماني، وأضاف بأن مسلحين من العصائب أطلقوا الرصاص الحي من أسلحة رشاشة نحو المتظاهرين الغاضبين. تفضل صباح. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة طبعا الله. إيه، يوم بعد يوم يكشفون ان هاي مو حكومة وطنية، هاي حكومة ميليشيات
والدليل صمت رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة على كل هذا الميليشيات اللي هي تابعة للدولة. طبعا الحشد هو تابع لرئاسة الوزراء ويعتبر أعلى سلطة. هم نفسهم ذولي ناس قتلة مجرمين منطوين تحت راية الدولة وحاميهم القانون. مصطفى الكاظمي ما يقدر يحتك بيهم، يعني ما يقدر يحتك بيهم ولا عنده سلطة ولا حتى جهاز مكافحة الإرهاب اللي شفناه أسد في الأنبار وفي الموصل وديالة وصلاح الدين. وقف صامت عبد الوهاب الساعدي المجرم، وقف صامت أمام دماء الشهداء الثوار اللي عددهم أكثر من 1000، وما قدر يحرك ساكن. حتى اللي ناس اللي خطفهم ما قدر جهاز مكافحة الإرهاب يعني يخطي خطوة، لأن شنو؟ سلطة الحشد الميليشياوي أعلى من سلطتهم، وما يريدون احتكاك بهاي الفترة بين الميليشيات وبين الأجهزة اللي يسموها أجهزة أمنية. وأحنا نعرف أن وزارة الدفاع مخترقة، الدفاع مخترقة من قبل الحشد ومسيطرين عليها، لأن 14 فرقة عسكرية 11 من عندهم هم حزب دعوة، وكل الموجودين على رأس وزارة الدفاع والداخلية الأما بدر أو حزب دعوة أو تابع للعصائب ومحمي من قبل هاي الميليشيات. فأحنا ما عندنا دولة، أحنا عندنا دولة ميليشيات يقودها مصطفى الكاظمي، ولا هو كان على جهاز المخابرات ويعرف كل السلاح الممتلك أدمن، ويعرف الخطف والقاتلين الثوار والناشطين هم تابعين للحشد، لكن يقدر يصرح هذا التصريح ويسميهم بمسمياتهم مثل ما اليوم زالت الميليشيا العصائب لصور شهداء تشرين واستبدالها بصور قاسم سليماني، يعني ألا يعتبر هذا أمر مقصود؟ وشنو الغاية منه إذا كان مقصود برأيك؟ ميليشيا العصائب تقصد هذا الشيء؟ احنا إذا إيران نفسها الفارسية ما سوت ذكر القاسم سليماني هو إيراني الجنسية. يجون دول الناس منقول عليهم ملايين كحشد، ونقول ناس عليهم ملايين وناس منبطحين وناس ولائهم لإيران وعدهم إيران أبدأ من الحكومة، أبدأ من أوطانهم الوطن العراق. فدول الميليشيات هم مفتعلي هاي المشكلة، ولا أنت صور شهداء موجودة من فترة؟ نعم. مفتعلي يريد يسوون احتكاك، يريد يسوون مشاكل، يريدون يبرزون عضلاتهم، يريدون يضغطون النوب على الثوار ويخلوهم ينسحبون. فهاي الميليشيا العصائب ناس مجرمين وقتلة يحجون باسم المقاومة، وهم ما ضاربين طلقة على أمريكا المحتلة البلد صار لها 19-18 سنة. فيجون يبرزون عضلاتهم بالجكسارات والبيكامات الدبل قمارة وأسلحتهم اللي مرخصة من الدولة ضد ناس عزل طالعين يطالبون بوطن. هذا دليل على أن احنا ما عندنا دولة، يعني بهذا التوقيت بهذا التوقيت أبو صباح بهذا التوقيت بهذا يعني التوقيت هل هناك محاولة للضغط من أجل مكاسب في الحكومة الجديدة لو شنو؟ بالطبع اكو صراع واكو تقاتل بيناتهم على من اللي كتلة الاكبر. فالعصائب وهذا الصواريخ الكاتيوشا اللي جاي يضربوها على القواعد الامريكية كل وسيلة ضغط على منو؟ على الحكومة مصطفى الكاظمي وعلى الكتلة الاكبر اللي هو مقتدى الصدر، هم زعيم ميليشيا الصدريين والجيش المهدي وغيره، وهم كلهم خرجوا من عباءة مقتدى الصدر. فهذا الوضع، هم جاي يفتعلون هاي المشاكل، يفتعلون المشاكل، يريدوا يججون الشارع العراقي، يريدوا يسوون بلبل، لأن هذول عايشين عدن، يعني ما يقدرون لا يبنون دولة ولا يقدرون يبنون مدرسة ولا يبلطون شارع. ذول ناس دمويين، ناس قتلت علمهم على قتل الأبرياء فقط. يعني كل اللي صار في المحافظات الغربية بالصلاح الدين وهاي الممرات الآمنة والمغيبين هم سببها السرايا السلام، وسببها العصائب والنجباء وحزب الله وحادثة الرزازة، وحتى الإرهاب داعش هم سببه نور المالكي وغيره. فالوضع مزري يعني 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 ميليشيات هي الحاكمة، لا عندنا قضاء، لا عندنا قانون، لا عندنا وزير عدل، لا عندنا أجهزة أمنية تقدر تحاسبهم، لا جهاز مكافحة الإرهاب يقدر يحاسبهم، لا مصطفى الكاظم يقدر يطلع يحكي بصراحة للشعب ويقول لهم السلاح المنفلت منه. زين هاي جريمة الجبلة ليش ما تسموها إرهاب؟ ليش يسموها يعني يطلع الناطق باسم وزارة الداخلية يعتذر؟ أي اعتذار هذا؟ ويسميها مثل ما تسمي التفجيرات والمفخخات اللي يصير بكل مكان وبالذات بالمناطق الغربية، سميها عمليات إرهابية. أيضا سمي هاي مال حادث الجبلة عملية إرهابية قاموا بها المنتسبين دولة، ليش هم شنو ملائكة الإسوات الموجودين في بابل أو العصائب ملائكة؟ هم كلهم ناس مجرمين وقتلة. وأحنا هسه كشارع عراق عرفنا
منو الإنة ومنو العلينة. ذول الحشد هم نفسهم الميليشيات، هي الحشد اللي أسست نور المالكي وقاسم سليماني، هم ناس ذولي ناس اللي جاي يدمرون البلد ودمروا البنية التحتية وما يريدون العراق يصير يبنى بصورة صحيحة، يريدون يظل هيك خرافي سبيل احنا نظل تابعين إلى إيران. وهسه احنا يقول لك قبل احنا محافظة إلى إيران، هسه أصبحنا قضاء إلى إيران كعراق بسبب. شكرا صباح من بغداد كان معنا. أبو أحمد من الرمادي، أبو أحمد شنو رأيك باللي صار بواسط اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أسلمك. هذا اللي صار هو طبعا نفس اللي صار قبل، يعني سابقا بالأيام أو الأيام والأعوام اللي سبقت من تظاهرات اللي ثوار تشرين وغيرهم مطالب ثوار شعب. فالأمر واضح جدا، هذا اللي دائما أنا ضد الانتخابات، أنا مع الانتخابات، لكن دائما الخسران يبدي يشبك يعني هنا وهنا. وموضوع اليوم طبعا بقصد، يعني بهواية يعني هواية أمور، ومنها الأولية اللي موضوع تعليق الصور المقبورين سليماني والمهندس، هو اللي لفت انتباه إيران، أو يعني هم يعني ديول أجلكم الله لفت انتباه إيران، حتى إيران شلون تبدي تدعمهم من جديد، لأنه حاليا إيران بدأت وضعها يعني تعرف مفاوضات فيينا وهذا الأمور، موضوع السلاح النووي ما بالها موضوع الميليشيات اللي موجودة حاليا بالعراق، العصائب وغيرها وغيرها. والناحية الثانية يعني الأمر الثاني، تدري باكر تشكيل حكومة والبرلمان، فيريدون يخلطون أوراق، يريدون يشعلون الشارع، يريدون يعني يخلطون أكثر من ورقة، يعني يريدون يشعلون الشارع بأي صورة بأي طريقة. لأن أنت اليوم قاني صرح قال بدأت أو سوف تبدأ معركة طرد الأمريكان من العراق، يعني قاني رئيس الحرس الثوري الإيراني هو اللي قال. فهي أخذ بعد من الأيام القادمة، أخذ بعد أكثر من هذا الأمور، اغتيالات، اختطافات، يعني مشاكل بالشارع، حكومة ما تشكل، يعني أخذت الكلام من عندي، حكومة ما تشكل، الوضع راح يسيء إلى أسوأ من السيء. يعني أنت دا شوف اليوم أنا المقطع اللي شفته، المتظاهرين يصيحون عليهم لا إيران برا برا، ما يعني شلون تقول يصيحون أمريكا وإن إيران. ف الأمر يعني معروف، يعني الأمر يعني محسوم، أنه إيران بدأت تبدي من جديد، أو نقول ذيول إيران بدأت تتحرك بوسيلة ضغط ثانية، يعني تريد تحرق الأخضر واليابس، لأنه هذه الذيول خسرت التبعية مالتهم بإيران، وخسرت الشعب اللي بعد ما يطيقهم وكشفوا للواجهة العالم وواجهة الشعب العراقي. لكن هؤلاء يعني يحتاجونهم إلى حركة شعبية، يعني حركة انتفاضية قوية، مثل ما موجود هسه كازاخستان، عندك السودان. يعني أنت تشوف السودان بلد جوعان تعبان، هل كان يبدل حكومات بأيام؟ ليش الشعب العراقي الوحيد تطلع واسط الذيقار تقعد تطلع ذيقار البصرة تقعد، محافظات كلها الراد انتفاضة وحدة لطرد هاي الميليشيات المجرمة اللي متواجدة على صدورنا من 2003 ولحد هذا اليوم. نعم يا أخي، والله ما أدري شحكي، بعد أمر بعد تقشعر الأبدان، والجريمة اللي صارت بجبلة وبغداد وبديالة، وبعد أخذ بعد، وأنا أقول لك راح تميل الأمور إلى المناطق السنية، يعني نقول الغربية، على الله إن شاء الله. أبو أحمد من الرمادي كان معنا. أبو علي من الناصرية، أبو علي ما رأيك بما حدث اليوم بواسط من هجوم للميليشيات على المتظاهرين؟ أبو علي يا أهلا، أهلا وسهلا بك. الله يخليك، الله يوديك، أتحديد عليه أخ. تفضل أبو علي. هو شوف خلنا خدمة، أنا حاشية من زمان، أنا الظاهري بخوة الظاهري، شوف من الزين والساسة هم ذولة ميشيني الميليشيات، ذولة هم حرس تابع لإيران. أنا حاشية مين هذولة، يعني هو يعني إيراني
من السيد الشيطان قاعد اقول هذا يعني هسه احنا اقول لك احنا ابتلينا ايران صارت يمنا احنا عمي ما اريد ايران هسه اكو مره اقول انا ما اريد انا اريد ما اريد هيك هسه اكو مره انا ما ارتاح اريد انا اطلع غير يعني لزقه يعني انتم ما شفتوا من قتيل يعني جابوا مره بيوم المظاهرات جابوا الخمر عم خلوها شو المظاهره قالوا ذولا من المظاهرين قاموا يجيبون الخمر قاموا يبون المطعم التركي عفوا قاموا هم يجيبون يعني اخلاقي المظاهرين اثنين قالوا هم ذولا لو دور المظاهره لو دور المقاومه السنه قالوا ذولا ها يعني هم مو راضيه السنه عمي هم راضيه هم الميليشيات راضيه والدوله راضيه مطلع العراقيه يطلع اثنين هذول يقول دولار هذه يعني الحكومه هذه هذول المجرمين يطلعوا زين وين الحكومه وين القوات وين القوات الحكوميه عن حمايه المتظاهرين من هذه الميليشيات هم هم قالوا هم الحكومه مش اقول لك شايه وصارت هم مو وياهم هم معهم الميليشيات علموا دولة الميليشيات علموا الشرطه على القتل المباراة صارت هاي مال ها مال الشباب ويا انقطع الداخل غير الميليشيات يوم نفس المقر يا ابو عمر بس وش اللي ما وجه يعني هو ما وجه خاب عندك عمي الحال تنشي الحال الشيء كل اللي يجيك تلبي الكاف تلبي كيف تلبي بديك بي الميليشيات يقتلون بي كل اللي يجي ماكو يجي جيشن وين يدير سلاحه بالمظاهرين المظاهرين يعني كله على المظاهرين ابو الكهرباء على المظاهرين هسه ابو الكهرباء يطلع اليوم اللي يشوفون ابو الكهرباء ابو علي من الناصرية كان معنا فهد من النجف تفضل فهد فهد عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله رايك بما حصل اليوم في واسط هؤلاء غير المفسدين هؤلاء أخدام النظام المقاعد في إيران كلهم حسالة متمردة الله يقول أن ميليشيا الشعبي أسوأ وأنقذ ميليشيا متمردة وكل قادتها المدربين يعني ها ميليشيا كتبت مئات من المجازر ومئات من الدم البريء بحق الأبرياء أجرت الملايين واعتقلت الملايين زين شنو الهدف شنو الهدف من هذا الاطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في 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 الكوت بواسط اخوي هذه اللي كانت عندما تطلق النيران على المتظاهرين حتى تم قتلهم جميعا جميعا حتى يسولوا ويرفعوا وينجاد صور رجال صور الشهداء شهداء تشرين واستبدال بصور اخرى نعم نعم شهداء ثورة تشرين واستاق صور قاسم سليماني هذا المجرم المتمرد وصور ابو مهدي المهندس وبقية الحسالات المتمردة التابعة لهؤلاء نعم فهد من النجف كان معنا رسالة على الواتساب من ابو محمد من النرويج يقول السلام عليكم اخي عمر يقول تحية لك ولقناة الرافدين الوطنية يقول الوضع لن يتغير القتل موجود والتهجير موجود وإبالة الشباب الرافض لإيران موجود وأما ما حصل في واسط البطلة فهو جاهز ليحدث في كل محافظات العراق طالما بأن هؤلاء الفاسدين سنة وشيعة وكرد عادوا بنفس الصورة ليحكموا العراق ما لم تقوم ثورة كبرى تسحل هذه الطبقة السياسية الفاسدة وتزيحها ويعود العراق إلى حكم وطني منبثق من الخيرين من أبناء الشعب المظلوم تحياتي لك ولكادر القناة شكرا لك أبو محمد خلونا نشوف مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر هجوم ميليشيا العصائب على المتظاهرين في واسط نتابع نعم نعم للعراق نعم نعم للعراق نعم نعم للعراق
نعم، هتافات بحب العراق ورافضة لتدخل إيران في العراق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا أطلق عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان مع واسط ضد العصاب. يقول الناشط زايد العصاد، يقول أقاموا مجلسا تأبينيا في جامعة تعليمية، وهذا انتهاك للقانون، وثانيا في ملعب رياضي وهذا انتهاك آخر، ثم توجهوا نحو ساحة الاحتجاج لإزالة صور شهداء تشرين لوضع صور أخرى، وهذا ما تم رفضه سلميا من قبل المحتجين حينها فتحوا النار تجاه المواطنين والجيش وأصيب اثنين من الجيش. يقول زايد العصاد. رعد هاشم الباحث العراقي يقول هرج ومرج فتنة التأبينات، ميليشيا العصائب تطلق النار باتجاه متظاهرين لرفضهم إقامة مراسم تأبين لقاسم سليماني والمهندس في ساحة الأحرار وسط الكوت. نعم، سيف يقول استفزاز شباب الاحتجاجات في واسط بإنزال صور شهدائهم أمام أعينهم وإنشاء احتفال أمام خيمهم، ما هي إلا الأنفاس الأخيرة للخاسرين. على القوات الأمنية أن تتخذ الإجراءات القانونية على مطلقي النار، وكفاكم خضوعا لسلطة السلاح المنفلت الذي يرتفع بوجه القوة الأمنية قبل المواطن. نعم، طبعا النائب عن محافظة واسط سجاد سالم وجه رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس اللجنة الأمنية العليا وقائد الشرطة، وقال سالم عبر حسابه في فيسبوك تعليقا على مقطع يظهر إطلاق نار من قبل عنصر في ميليشيا العصائب بأن الجميع اليوم أمام اختبار حقيقي، وأضاف بأن هذا المقطع يحمل إدانة كبيرة لسلطة الدولة وهيبتها، حيث يظهر بشكل واضح المدعو شاكر البدري عضو عصابة كما أسماها عصاب أهل الحق الإرهابية في مدينة الكوت يطلق النار قبل قليل باتجاه المتظاهرين السلميين وأمام أنظار القوات الأمنية. وشدد سالم بالقول إما أن تفرض الدولة هيبتها أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الشعب سياسيا واجتماعيا. خلونا نشوف مقطع آخر من واسط ونرجع لكم. نعم، معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رأيك باللي صار اليوم بواسط؟ والله ما هو العصابة أهل الباطل والحق. والله حرام أقول الحق. هم عصابة أهل الباطل. وهذا اللي صار بالكويت، صار بالناصرية، عمر والبصرة، بغداد، مو أول مرة. القتل مستمر. اللي يشد إيران يقتل. يعني إيران شيء مقدس بالنسبة لي. هم متفقة. يعني ناس ما يجون يحتفلون بيوم سليماني مناسبة قتل مجدل سليماني، هم حرين. سليماني سوى هو سليماني، دمر هندن سوريا وباليمن، قتل هندن بالعراق، قتل الناس، قتل الناس. ما وراء القرار بالدواء أكبر من موالي سليماني. على أي أساس؟ على أي أساس احنا يسوي يوم السليماني؟ يعني هذا الاستفزاز من قبل ميليشيا العصائب بإنزال صور شهداء ثورة تشرين ورفع صور قاسم سليماني، يعني أنت تيجي تسوي حفل تأبين القاسم سليماني، ليش تجي على صور شهداء ثورة تشرين؟ شنو الغاية؟ هل هناك غاية لزعزعة الوضع؟ شنو قصدهم بها؟ وضرب الديران شهداء كانوا موجود إيران للعراق، لازم يعني دول يعتبروهم أعداء، يعتبروهم أعداء عمر. نعم. يعتبروهم مقاومة، يقولون الشهداء، يقولون الشهداء، تراب الشهداء عندهم من هذول القوامة. ويسقط سليماني، سليماني حاليا يتقلب بجحنم واحترق بالدنيا وبالآخرة لأنه مجرم. لكن حتى لو شوف شكله، شوف شكله مجرم، مو بني آدم، شيطان، أعوذ بالله منه. محمد من هولندا كان معنا. رسالة على الواتساب يقول أخي العزيز السلام عليكم، يقول هؤلاء مرتزقة إيران من العصائب وبدر وحزب الله، هم يد إيران في العراق، هم اليوم كما يقول يريدون زعزعة الوضع لأن إيران أصبحت منبوذة من قبل الشارع الشيعي العروبي، وهؤلاء الذيول خسروا حتى في مناطقهم لأن انكشف زيفهم ودجلهم. خلونا نشوف منظمة إنهاء الإفلات من العقاب أصدرت بيان حول اللي صار اليوم في محافظة واسط، جاء في البيان نشوفه مع بعض. أدانت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق الانتشار المسلح لميليشيا العصائب وصفتها الإرهابية في محافظة واسط وقيامها بإطلاق النار على المواطنين المعترضين والمدنيين، وأدانت هذا الأمر. وجاء في البيان بأن المواطنين المعترضين على تنظيم مجالس عزاء ومؤتمرات حزبية داخل أحيائهم السكنية، استمرار محاولات العصابات الإرهابية فرض سطوتها المسلحة على المجتمع العراقي وإجبار المواطنين على الخضوع لهيمنة أجندات خارجية كريهة كان وما زال السبب الرئيس في إضعاف سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية وتفشي الجريمة المنظمة واتساع دائرة القتل والانتهاكات في العراق. هذه إدانة من منظمة إنهاء الإفلات من العراق من العقاب العفو. خلونا نتابع بعض التغريدات. حسين دلي الصحفي العراقي يقول معقولة، طبعا وسم مع واسط ضد العصائب، يقول معقولة بهالوقت مع احتفال الجيش والشرطة العراقية بعيدهم تخضع محافظة واسط لسطوة ميليشيات منفلتة مثل عصائب قيس تفرض ولاءاتها الخارجية على العراقيين؟ يتساءل تحت وسم مع واسط ضد العصائب. علي الجابري الصحفي والباحث العراقي يقول الإيرانيون يحرقون تمثال سليماني في إيران وعملاء خامنئي في العراق يقتلون العراقيين بسبب صورة للمجرمين سليماني والشايب. قال هؤلاء العملاء الرعاة يطعنون بالعراقيين ويهاجمون شهداء تشرين لأنهم يشعرون بعار العمالة والخيانة ولأن أيامهم باتت معدودة ولن يجدوا مهربا. نعم، يقول نحن مع واسط ضد العصاب. مصطفى نشر الفيديو اللي عرضناه قبل قليل، هذا هسه اللي موجود على الشاشة، يقول الميليشيات تهاجم المتظاهرين في واسط بالرصاص الحي. ياسر الجبوري يقول الكاظم يقول يجب فرض القانون. الصدر يقول لا مكان للميليشيات العصاب تطلق الرصاص على الناس، يشير لها مستفهما. نعم، بهاء خليل يقول قوى اللا دولة تعتدي على الدولة والشعب بسبب سليماني. نعم،
تغريدات كثيرة سوف نتابع بعضها. عندنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر شنو رأيك باللي صار اليوم في محافظة واسط من إطلاق رصاص وإصابة 2 على المتظاهرين؟ ميليشيا العصائب أنزل الصور شهداء ثورة تشرين واستفزت المتظاهرين هناك وقامت بإطلاق الرصاص الحي عليهم. رأيك أبو عمر؟ تحياتي لك أستاذ عمر ولقناة الرافدين البطلة. يا هلا بك. وتحياتي إلى ثوار محافظة واسط ولكل الثوار في محافظات بغداد الحديدة. أستاذ بالنسبة هذا العمل الإجرامي اللي يقوم به العصائب وكافة سلطة الأحزاب في بغداد أو المحافظات اللي قامت فيها قبل أيام عد قتلوا من أهلنا وناس في الزلة 21 نفر من قبل هذه القوات بإشراف الحكومة نفسها بعلم الحكومة ووزير الداخلية كلهم يعلمون بأنه هذه الأحزاب قادرة على الشعب العراقي وقادرة على صوت العراقيين الأحرار الذين هم يعني يتكلمون دائما صوت تشرين إذا كانت بغداد إذا كانت المحافظات يعني هم صوت العراقيين الحقيقيين. فهاي سلطة الأحزاب اللي جاي تتكلم شبابنا ثوارنا من يخافون من عندهم نهائيا ولو يزحمون. وثورة تشرين متواصلة لأن ثورة تشرين هي أرعبت الأحزاب السلطة في منطقة الخضراء ويعني خلت لهم عدم الاحترام أمام الشعب العراقي لأن هذول الناس قتله. فثورة تشرين يعني ما يزحمون ولا يخافون من هاي الطلقات الحية جاي تنضرب على ثوارنا وشبابنا في واسط وأي محافظات. باقين هم ناس صامدين والشعب العراقي هو كله يعني صوت واحد مع الثوار لأنه أساس الثورة هي انبنت بصدق وانبنت على صيلة هاي من 2003 ولحد الآن الشعب العراقي متألم ومشاق من عندهم أي نتيجة تخدم للمواطن العراقي سواء جلس هي مستفادين هم من الأحزاب ومن في السلطة. ليش بهذا التوقيت برأيك؟ هل يعني إطلاق النار اليوم اللي صار بالكوت يعني أمر عادي لو أنه هناك أمر مقصود من قبل ميليشيا العصائب؟ أستاذ هو أمر أكيد أستاذ لأنه بعد فشلهم بالانتخابات ويعني عدم يعني الأصوات اللي جابوها وسقطت هاي أحزابهم الفاسدة فهاي انفاسهم الأخيرة من العصائب والكتائب وحزب الله والنجباء وكل هذول الأحزاب المتواصلة اللي حكمت العراق هاي انفاسهم الأخيرة يحاولون يقدرون يقتلون أي صوت يطلع من عندهم إذا بغداد ببصرة بالناصرية كل هاي المحاورات يحاولون قمعها وقتلها لأنه الحار قلبهم هم ثوار تشرين هذول بحكمهم محروم يعني أي مواطن يطلع يطالب بحقه أو ينادي بشعار بغداد تبقى حرة وإيران أغلى مرة هاي تغيبهم يعني مثل مشاعرهم من كرامتهم من وجودهم أمام هاي أحزابهم وزعمهم يعني يسمون يجي طبعا يقومهم بالقتل لكن السلطة للأسف وزارة الداخلية وقوات الأمنية ما تتدخل بهاي الأمور يعني مصطفى كاظم من بيشوف يومية حتى مصطفى كاظم بيشوف يومية قتل وارهاب يعني لو مجموعة صارت في فلوجة أو سامرة يعني ضربة والجيش زين وين القوات الحكومية عن إطلاق الرصاص من قبل هذه الميليشيا باتجاه المواطنين؟ أستاذ تدخل أكيد القوات الأمنية معها ما تدخل يعني شفناها بالتحرير وبالنجف وكربلاء وكافة المحافظات من طلعوا يعني من كانوا موجودين القوات الأمنية في ساحات التظاهر يجي العصائب والأحزاب تقتل وتأخذ وتعتقل من الشباب اللي موجودين في ساحات التظاهر فما عدا أي سلطة ما عدا أي دور لأنه هي الأحزاب هي المسيطرة على القوات الأمنية ودائما يعني ما نشوف من عندهم أي مبادرة تطلع من عندهم يعني وزير الداخلية أو القادة الموجودين ما يستنكرون أو يقدمون يعني صوتهم للرئيس الوزراء بأنه إحنا موجودين وهاي الأحزاب جاي تقتل ما سمعنا في اليوم أعلن وزير الداخلية للكاظمي بأن وجودهم
موجودين بالساحه وتجي هاي الاحزاب منعهم ما تقدر تسوي لهم ولا تقدم اي دعوه لا قضائيه. نعم ابو عمر من بغداد كان معنا، شكرا لك. طبعا نتابع لبعض التغريدات على تويتر مع وسم مع واسط ضد العصائب، تقول شهد علي استفزاز واضح للشباب بإنزال صور الشهداء، تعمل العصابات الخاسرة في الانتخابات على استفزاز شباب عزل واستخدام الرصاص الحي لقمعهم تحت أنظار سور الوطن كما قالت، الذي تغنى به الكثيرون قبل أيام. نعم، يقول أحمد الحسين، يقول بعد أن فقد تمثيله السياسي و استقباله لكراهية الشارع العراقي في كل المحافظات العراقية، تنظيم العصائب الإرهابي يقول يروع شباب محافظة الكوت ويفتح النار على المتظاهرين الواسطيين بكل ما للإرهاب من وحشية. نعم، معنا اتصال أبو علي من لندن. أبو علي، برأيك شنو رأيك حول اللي صار اليوم في واسط من قبل هجوم لميليشيا العصائب على المتظاهرين وإنزال صور لشهداء تشرين؟ يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياكم الله. اللي صار العراق يحكمه ميليشيات، يحكمه عصابات، يعني دولة جماعة العصائب وغير العصائب والحشد مأتمرين بأوامر من إيران. اليوم قاسم آقاني هذا الإرهابي اسماعيل قاني، قاني آقاني، حتى أساميهم مرعبة. اليوم في بغداد يوجه الميليشيات والعصابات، يعني أنا أضوج من كلمة الخاسرين بالانتخابات يهيجوا الشارع. هم منو الرابحين أخي؟ هم منو الرابحين؟ ها، الرابحين نفس الميليشيات، تيار الصدر الرابحين، على أساس رابحين. ها، هم منو الرابحين؟ الرابحين تيار الصدري. تيار الصدري ليش ما كانوا يوم من 2003 ولا حد هذا اليوم؟ اليوم في البيوت عمي، بالبيوت قاعدين، بيت المالكي وبيت العامري وبيت مقتدى قاعدين يتقاسمون ثروات العراق ويتقاسمون نفط العراق حتى يدزوها لإيران. ما على الشعب العراقي أن يقوم بثورة عارمة. عمي راح يجون نفس الوجوه، ها، نفس الوجوه راح يجون يحكمون بعد 4 سنوات. لا عندك كهرباء ولا عندك مستشفى ولا عندك أمان ولا عندك سيادة، كل شيء ما عندك يا شعب العراقي. لا تتأمل على مقتدى وغير مقتدى، لا تتأمل على تيار الصدري وحتى على السنة، السنة السياسيين، السنة أو سياسيين الأكراد كلهم براء منهم، شرفاء السنة وشرفاء الأكراد، لا تتأملون منهم. هاي مسرحية دي يسووها العصائب وغير العصائب مؤتمرين من إيران. فأنا أطلب من أي دولة عربية وغير عربية، إذا هم صدق دول يحبون الإنسانية ومع الشعب العراقي، أن يسحبوا سفراءهم، يسحبون السفارات يا أخي من العراق، يسحبوا سفاراتكم، سحبوا سفاراتكم، سفراءكم. أنتم مجرد داخل بغداد، سفراءكم داخل بغداد. أيها الدول العربية، أنتوا جايين تعطون شرعية للميليشيات والعصابات في الخضراء بقتل الشعب العراقي، بنهب العراق. عمي العراق ما جاي حكمه دولة وحكومة وسيادة، العراق محكوم بيد ميليشيات. أنت ديت أستاذ فضلت مع الأخ تقول له شنو يعني الجهة الأمنية، شنو الجهة، رد الجهات الأمنية. هو وينكو جهات أمنية عمي؟ وينكو جهات أمنية؟ ماكو جهات أمنية. يعني أنت من سمعون الكاظم يقول راح نشكل لجان، يعني انسى معناها، هي هاي كلمة الكاظم. راح هذا الكاظم راح يصير له سنتين، شنو سوى الكاظم؟ ها، علق واحد على المشنقة، طلع لنا واحد مجرم قاتل، قاتل الثوار، قاتل الأحرار، قاتل الشرفاء. أخي ما على الشعب العراقي أن يثور. قوم عمي ثور، واترك الخوف واترك الجبن واترك ما عليه، ما عليه سد الباب وعليه وعلى أكو مثل هم يقولوه دائما بأخويا ولا بيه، سد اترك عمي، قوم على حيلك، ترى أنت منتهي يا شعب العراقي، أنت خسران، خسران بكل شيء. وراح يجون دولة بعد 4 سنين، احسب حسابك، نفس الوجوه القذرة حش السامع راح يحكموك، نفس الوجوه، كل شيء ما حصلته وراء راح تحصلون. 4 سنين ثانية
لا عندك مستشفيات ولا كهرباء ولا امان ولا سياده ولا كل شيء، لا تتوقع من هاي الميليشيات كل شيء. نعم ابو علي، انا اشكرك ابو علي من لانك كان معنا. طبعا مجاهد الطائي الباحث العراقي يقول اطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر ملثمة على المحتجين في واسط بعد رفضهم إقامة تجمع جديد بذكرى اختيار سليماني قد يكرر ما حصل في تشرين ضد المتظاهرين السلميين، حقن الدماء ومحاسبة مطلقي الرصاص أولى من ذكرى اغتيال أجنبي يقول. أما حسنين المنشد يقول مع سجاد سالم وشباب الكوت ضد العصابات والميليشيات في واسط يجب ألا تمر هذه الحادثة كباقي حوادث القتل الممنهج ضد المتظاهرين العزل، يجب وضع حد لهذه المهزلة. نعم أحمد يقول، أحمد الإبراهيمي يقول لن تستقر مدننا إلا بإخراج مجرمي الخزعلي وتطهيرها منهم مع واسط ضد العصاب. حسنين يقول الإعلام الميليشياوي كما سماه يقول يشن حملة تحريض وتهديد ضد النائب المستقل سجاد سالم ويقوم بحرق مذخر للأدوية في الكوت في شارع الكفاءات. يقول القوات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية للنائب على أقل تقدير، فنحن نعرف عجزها عن التصدي لعصابات الحشد التي تنشر الفوضى في المدن العراقية مع واسط ضد العصائب. هذا الوسم الذي أطلقه عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.